أهلا بكم. الوصفة تاع نهار اليوم هي كيفية تحضير الشانتيه في البيت بمسحوق الشانتيه، وباش تنجحوا فيها لازم تتبعوا النصائح. عندنا كيلة تاع الشانتيه نحطها في وعاء، لازم يكون واسع. إذا حبيتوا كمية كبيرة استعملوا الكيل الكبير، إذا حبيتوا كمية صغيرة استعملوا الكيل يكون صغير. نفس الكيل اللي كيلتوا به الشانتيي كيلوا به الحليب، ولازم يكون بارد، يعني تكونوا غير كما خرجتوه من الثلاجة. نخلط الحليب مع مسحوق الشانتيي. في الأول نستعمل الملعقة، ومن بعد الخلاط الكهربائي في السرعة الأولى، يعني بروميير فيتاس. نوريلكم بالتدقيق، مرة نسرع الفيديو باش ما يجيش طويل، لأنه كاين بزاف البنات ما ينجحوش في الشانتيي مع أنها سهلة. على هذاك خدمت فيديو مخصص غير لكريمة الشانتيي. كما راكم تشوفوا الحجم تاع الشانتيي بدا يضاعف. كي تشوفوا الشونتي تقلت شوية، ديروا السرعة الثانية تاع الخلاط الكهربائي، يعني دوزيام فيتاس. نفقد الشونتي نشوفها إلا وجدت ولا لا. ما راهيش بالقهوة من اللي لازم. نزيد نكمل نخلط الكريمة في السرعة الثانية. كاين واحد التدرجات من الفوق كما راكم تشوفوا، يعني بدات توجد. هي كي تبدا تحكم دير هذوك الخطوط اللي راكم تشوفوا فيهم الفوق. نزيد نفقد الكريمة المرة الثانية. هاي محكومة، ما تحبطش بين الملعقة بسهولة. طريقة ثانية باش تشوفوا كي ترفدوا يعني الخلاط الكهربائي من الكريمة، تشوفوا هذا لو باك نتاع الكريمة يجي محكوم. إذا زدتو حطيتو الكريمة هذه في الثلاجة راح تزيد تنحكم. نحط كمية منها في الكيس الحلواني ونخدم بها قدامكم باش تشوفوا. خدمت كيكة باش نوريلكم التزيين كيفاش يجي، ونوريلكم النتيجة أيضا في الأخير. إذا الشكل اللي تخدموه يجي محكوم، يعني راهي نجحت لكم الوصفة.
إن شاء الله تكون عجبتكم الطريقة اللي وريت لكم بها. إذا عندكم سؤال على هذه الوصفة اكتبوه في التعليق. كما راكم تشوفوا الشونتيه هي اللي تزيد تبهي الكيكة، خاصة إذا زدتوا لها الفاكهة، النتيجة تكون ما شاء الله. وإلى الملتقى بإذن الله.